وبعد عن جادة الصواب، وزاد به الهم والاكتئاب، وانقضى عمره ولم يفتح له باب. وأنت المرجو سبحانك لكشف هذا المصاب، يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا رب الأرباب، يا عظيم الجناب، يا كريم يا وهاب. ربي لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوتي. ارحم عجزي، فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، القادر على تفريج كربتي وتيسير عسري. اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين. اللهم ارحم تضرعنا بين أيديك، وقومنا إذا اعوججنا، وأعنا إذا استقمنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم، أن تفتح لأدعيتنا أبواب إجابة، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم لا تردنا خائبين، وأتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحون. اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين مضلين، واغفر لنا ليوم الدين. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. اللهم أسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به على أبواب السماوات للفتح تفتحت. اللهم أسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به على أبواب الأراضين للفتح تفتحت. اللهم أسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به عند العثرات تيسرت. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي رفعت به السماوات من غير عمد. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي بسطت به الماء على الأرض فجمت. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي ثبتت به الجبال من غير وتد. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي تحيي به الأموات وتميت به الأحياء. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا عاجلا غير آجل. إلهي أدعوك فاقبل دعائي، وكيف أقطع رجائي منك وأنت إلهي؟ إذا لم أسألك فتعطيني، فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؟ إذا لم أدعك فتستجيب لي، فمن ذا الذي أدعوه ويستجيب لي؟ إلهي إذا لم أتضرع إليك فترحمني، فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني؟ إلهي فكما أطلقت البحر لموسى عليه السلام وسخرته
أسألك أن تصلي على محمد وأن تنجيني مما أنا فيه، وتفرج عني فرجا عاجلا غير آجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك المختار، صاحب المعجزات والآثار والدلالات والأسرار والكرامات والأنوار، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأخيار وأصحابه الأبرار والمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا في هذه الساعة من خيرك وبركاتك، أفضل ما أنزلته على عبادك وأوليائك، وخصصت به أحبابك وأصفياءك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك، وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء، وارزقنا منك محبة وقبولا وتوبة نصوحا وإجابة ومغفرة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعم الحاضرين والغائبين الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخيبنا مما سألناك، اللهم لا تخيبنا مما سألناك، اللهم لا تخيبنا مما سألناك. اللهم إني وكلتك أمري فأنت خير وكيل، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. اللهم في هذا اليوم أرح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت. يا خالقي وكلتك أمري واستودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في قلبي. اللهم حرم على قلوبنا حسن الدنيا، وحرم على أجسادنا نار الآخرة. اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به. يا رب، عبدك عند بابك واقفا يدعوك دعوة من يخاف ويطمع، إن لم أقف ببابك راجيا فأي باب غير بابك أقرع؟ ربي، أنت الميسر وأنت المسهل، سهل أمري وحقق مطلبي، وسخر لي ما هو خير لي. اللهم أجرني من موت الغفلة، ولا تأخذني من الدنيا إلا وأنت راض عني. اللهم ردنا بما قضيت لنا، وعافنا فيما ابتغيت، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم أنت تعلم كيف حالي، فهل يا رب من فرج قريب؟ اللهم لك الحمد في قضائك وقدرك. اللهم اجعل كتابي في عليين، واحفظ لساني عن العالمين. اللهم فرج همي ويسر أمري بالدنيا والآخرة، وارزقني النظر إلى وجهك الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب، رفعت كفي نحو عطفك داعيا راجيا ألا ترد دعائي. يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكروبات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، عافنا واعف عنا، فرج همومنا واشرح صدورنا وأصلح أحوالنا وحقق آمالنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأسعد قلوبنا، واجعلنا من المقبولين عندك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم ثبت عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني، وارزقني رزقا حلالا يكفيني، وابعد عني شر من يؤذيني،
ولا تحوجني لطبيب يداويني. اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقي والرحمن رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني، والسلام علي